السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، اليوم سنأخذ محاضرة حول الاحتكاك. الاحتكاك طبعا مثل ما تعرفون عامل مهم بالمنظومة الهيدروليكية، وسبق وأن ذكرنا أنه يعني يؤدي إلى تخفيض الضغط المتولد داخل المنظومة بسبب تحويل جزء من الطاقة اللي يعني يحملها الزيت، طاقة الضغط اللي يحملها الزيت يحولها إلى طاقة حرارية، وبالتالي راح تفقد إلى المحيط الخارجي بدون استفادة. وأيضا رفع درجة الحرارة بحد ذاته هي عامل غير جيد، ليش؟ لأنه حتغير لي من لزوجة الزيت وخواصه الفيزيائية. فخلينا نجي نشوف أول شيء، نستذكر بعض المعلومات اللي سبق وأن كلنا مر علينا في مرحلة الإعدادية وفي مرحلة المتوسطة أخذناها. الاحتكاك إذا تتذكرون، الاحتكاك ببساطة هو عبارة عن قوة. الاحتكاك هو قوة يعني F، هذه القوة دائما تكون مقاومة للحركة أو لمحاولة الحركة. ليش قلنا للحركة أو لمحاولة الحركة؟ لأنه بعض الأحيان الجسم، خاصة جسم مثل موضوع على سطح الأرض، فالجسم ملامس لسطح الأرض في حالة سكون، فبداية أنت تأثر على هذا الجسم بقوة معينة، فكأنما قوة الاحتكاك هي قوة راح يعني تنشئ عند وجود قوة. فمتى ما على سبيل المثال مثلا هذا جسم موجود على سطح الأرض، أنا أثرت عليه بقوة مقدارها F، فبما أنه أنا أثرت بهاي القوة فراح الأرض ترد على هذا الجسم بقوة مقدارها F، خلينا نسميها FR يعني فريكشن FR. هذه القوة راح تزداد بزيادة هذه القوة F، كل ما أزيد القوة هذه القوة راح تزداد إلى أن تصل، طبعا الجسم بعده ثابت ما متحرك، إلى أن تصل هذه القوة مقدار يعني هاي ال F توصل إلى فد مقدار معين، بعد هذه القوة ما تتحملها تتجاوزها، يعني هذه بيها فد مقدار معين تظل تقاوم إلى أن بعد توصل حد ما تقاوم، عاد يبدأ الجسم بالحركة. فراح ينبثق عندنا مفهومين للاحتكاك. المفهوم الأول هو الاحتكاك السكوني، يسموه static friction، اللي هو شنو؟ هو الجسم هذا في حالة سكون ما متحرك بعد، أنت مأثر عليه بقوة لكن هو ما متحرك زين. وعندنا أيضا بعد ما يتحرك الجسم أيضا عندنا احتكاك يسموه احتكاك حركي. خلينا نشوف شنو الاحتكاك السكوني وشنو الاحتكاك الحركي. الاحتكاك السكوني static friction هو قوة تنشأ بين جسمين ساكنين، هم من اسمه سكوني، يحاولان الحركة بالنسبة لبعضهما. لأن مثل ما تعرفون مفهوم الحركة مفهوم نسبي. يعني شنو مفهوم نسبي؟ يعني مثلا شخص خلينا نقول متحرك بسرعة 10 كيلومتر بالساعة، وشخص إلى جانبه أيضا متحرك بسرعة 10 كيلومتر بالساعة سرعة، كلا الشخصين واحد راح يشوف الآخر ساكن، يعني الشخص ألف راح يشوف الشخص باء ساكن بالنسبة له غير متحرك، والشخص باء أيضا نفس الحالة. متى ما صار أكو فرق بالسرعة بيناتهم، راح الشخص يشوف الثاني متحرك بسرعة معينة. أنا أضرب لكم مثال آخر على نسبية السرعة أو نسبية الحركة. سيارتين في دي دي يعني يسيرون باتجاهين متعاكسين. سيارة رقم واحد، ها خلينا نسميها سيارة رقم واحد مثلا، ده تمشي بهالاتجاه بسرعة خلينا نقول 60 كيلومتر بالساعة، 60 كيلومتر بالساعة هاي هنا هيجي بهالاتجاه، والسيارة الثانية ناخذ غير لون نسويها، السيارة الثانية ده تمشي باتجاه المعاكس 60 كيلومتر بالساعة على السايد الآخر، يعني لا تخافون ما راح يصطدمون زين. هسه من في اللحظة اللي تمر هاي السيارة بجانب هاي السيارة، يعني هاي السيارة اللي تمشي منه، في حال اللي يتلاقون في نقطة معينة راح يتلاقون صحيح، في وضع التلاقي هذا ايش راح يصير؟ راح السيارة ألف تشوف السيارة باء ده تمشي بسرعة 120 كيلومتر بالساعة، والسيارة باء راح تشوف السيارة ألف ده تمشي أيضا بسرعة 120 كيلومتر بالساعة زين. فهي السرعة شغلة نسبية، الحركة شغلة نسبية، فسواء الجسم يتحرك الموضوع على سطح الأرض
او سواء الارض تحركت تحته، هي كلاهما هي حركه، راح ينشا عندنا احتكاك سكوني. هذا الاحتكاك السكوني يقول اذا اثرت قوه مقدارها اف على جسم متلامس مع جسم اخر، اخذنا هذا المثال اللي هو جسم موضوع على سطح الارض وموازيه لمستوى التلامس، هذا موازي لمستوى التلامس، يقول تنشا قوه احتكاك هو سماها هنا اف اس، اف اس بالنسبه الى ستاتيك يعني مساوي للقوة المؤثرة. انت ايش قال اثرت بقوة 10 نيوتن، قوة الاحتكاك 10 نيوتن، محصلة القوة صفر، الجسم ساكن. سويتها القوة 10 سويتها 15 نيوتن، ايضا قوة الاحتكاك زادت صارت 15 نيوتن لغاية ما زيد القوة اف، هاي تزيدها بعد هنا الاحتكاك السكوني يقول لك انا هاي لهنا حدي، يعني ما اقدر اقاوم الى ما لا نهاية. زين، والا لو كان يقاوم ما لا نهايه ما كان عندنا نقدر نحرك اي جسم، مو صحيح؟ فهنا يقول تنشا قوه احتكاك اف اس مساويه للقوه المؤثره ومعاكسه لها بالاتجاه، هاي حكيناها، حيث يبقى الجسم ساكنا باعتبار المحصله حتكون صفر، كل ما تزيد الاف، الاف اس راح تزيد مقابلها فتبقى المحصله صفر، الى ان تصير القوه المؤثره اكبر من القوه العظمى للاحتكاك. يعني شنو القوه العظمى للاحتكاك؟ طلاب وياي لو فصلت من الميت، اي انا بين فترة اخرى حسألكم حتى اخاف يصير يعني فصلة او شيء حتى اعرف. زين، الى ان تصير القوة المؤثرة، الى ان تصير القوة المؤثرة اكبر من القوة العظمى للاحتكاك اللي يسموها بالاف ماكس. الاف ماكس هي هاي قوة الاحتكاك، احنا مو قلنا كل ما زيد القوة اف كل ما زيد قوة الاف اس الاحتكاك راح تزيد وياها حتى تبقى محصلة القوة آخر شيء صفر. بعدين يوصل مرحلة الاف مثلا وصلت إلى مقدار الاف اس بعد ما تتحمل هذا المقدار، فيسموها فد لحظة يسموها الاف، يسموها الاف ماكس، يعني أقصى قوة ممكن للاحتكاك أنه يعني تصل هذه القوة في حالة السكون. فبعد ذلك بعد ما تتجاوز هذه الاف، الاف اس اللي هي الاف ماكس العفو، بعدها هي يبدي الجسم بالتحرك لان محصله القوه راح تكون اكبر من صفر. ومثل ما تعرفون متى ما كانت المحصله اكبر من صفر راح تنشا قوه، والقوه راح تؤدي الى حركه. زين، الاف ماكس شلون يحسبوها؟ يحسبوها عن طريق هالمعادله الموجوده امامكم، اف ماكس اللي هي اقصى قوه للاحتكاك تساوي لي الميو اس، هاي طبعا مو لزوجه، الميو يقصد بها معامل الاحتكاك، معامل الاحتكاك السكوني ميو اس، الاس يعني ستاتيك، معامل الاحتكاك السكوني مضروب في الاف ان. الاف ان هي الوزن، وزن الجسم نفسه. زين، فصار عندي كم قوه هسه؟ خلي امسحها لهاي الهوسه حتى اوضحها هنا. ايش كم قوه صار عندي؟ صار عندي القوه اللي تاثر على الجسم اللي تريد تحركه. هاي احنا ايش حكينا هسه قبل شوي؟ قلنا محاوله الحركه، مو صحيح؟ هاي هسه كلها نحكي على محاولة الحركة مو الحركة. بس خليها اسوي هذا صامت حتى لكم بسرعة. زين، فصار عندي اف، هاي الاف اللي هو شنو؟ القوة اللي تأثر تحاول تحرك الجسم، وصار عندي هاي القوة اللي بالاسفل اللي سميناها اف اس، قوة احتكاك بغض النظر عن كونها ايش قد قيمتها. وعندي نفس هاي الاف اس ممكن ان تصل الى مقدار معين بعد يسموه اف ماكس، يسموه اف شنو هاي اف ماكس اللي هي اقصى قوه للاحتكاك. هاي الاف ماكس شلون احسبها؟ احسبها عن طريق الوزن، وزن الجسم، هي يسموها اف ان، وزن الجسم مضروبه في معامل الاحتكاك. هذا كل ما في القصه. قول تحرك الجسم، تحرك الجسم هسه بالحركه اكو احتكاك لو ماكو احتكاك؟ ايضا اكو احتكاك، بس يسموه كاينتيك فريكشن، يعني شنو الاحتكاك الحركي؟ هو قوه رمز لها بالرمز اف كي تنشا بين جسمين متحركين بالنسبه لبعضهما، بينما هنا بين جسمين شنو؟ ساكنين يحاولان الحركه. شوف هنا يحاولان الحركة، هنا لا متحركين. وهي قوة تعمل على تقليل الطاقة الحركية للجسم، زين عيني،
يعني شنو؟ تقليل سرعته، لانه انت الاحتكاك هسه ابسط شيء، انت كره ركليتها بقدمك، هذه الكره بقى ما راح تشير الى ما لا نهايه، راح تتحرك الى ان سواء بالهواء او على الارض، ما عندها مشكله. بالنتيجه راح توصل الى مرحله وتوقف، تتوقف تصير سرعتها صفر، يعني تبدأ سرعتها تتباطأ نتيجة لوجود احتكاك سواء مع الهواء أو مع سطح الأرض اللي هو تسير عليه الكرة. فبالتالي راح تصل إلى حد تصير سرعتها صفر. فالاحتكاك الحركي هو قوة FK تنشأ بين الجسمين المتحركين بالنسبة لبعضهما، وهي قوة تعمل على تقليل الطاقة الحركية للجسم، بمعنى آخر تقليل سرعته، لأن الطاقة الحركية عبارة عن نصف الكتلة في مربع السرعة، فبالكتلة ثابتة ما تتغير، لكن اللي يتغير هو شنو؟ السرعة. السرعة من يغيرها؟ قوة الاحتكاك الحركي، من خلال تحويل هاي الاحتكاك الحركي. شلون تقلل الطاقة الحركية؟ مو طاقة قلنا احنا لا تفنى ولا تستحدث. هنا شي يقول لك يقلل الطاقة الحركية، لكن شنو؟ يحول جزء من طاقة الجسم الحركية إلى طاقة حرارية، لأن احنا قلنا سابقا حسب قوانين الفيزياء العلماء يقولون أنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، يعني طاقة موجودة ما ممكن أن تفنيها، لكن ممكن أن تغيرها من شكل إلى آخر. فالاحتكاك راح يؤدينا إلى طاقة حرارية، ينشئنا طاقة حرارية، وبالتالي الطاقة الحركية للمائع أو لأي جسم آخر راح يصير بها راح تنخفض، وهذا طبعا بالمنظومات الهيدروليكية احنا ما يفيدنا، مو صحيح؟ زين، ويقول هناك ثلاث حالات لسرعة الجسم. سرعة الجسم احنا مو قلنا القوة هاي تقلل لنا السرعة، قوة الاحتكاك، خلينا نشوف سرعة الجسم شنو حالاته. الجسم اما يصير بسرعة ثابتة، يعني شنو سرعة ثابتة؟ يعني تعجيله صفر. شنو قانون التعجيل؟ من يقول لي؟ من يذكره؟ تذكروا القانون التعجيل؟ ها طلاب اسمع من عندكم. السرعة في الزمن، هذا شنو هو السرعة في الزمن؟ السرعة في الزمن ما تطلع تعجيل. تدري تطلع مسافة او ازاحة بمعنى اخر، ازاحة. أرجو أنه تشوفون إجابة أخرى. إزاحة هاي السرعة في زمن، غيرها طلاب، غير السرعة في زمن. تعجيل شنو قانونه؟ السرعة الزمن، لا هسه السرعة على الزمن اللي هو المسافة على الزمن، دي على تي سرعة، أنا أريد تعجيل. التعجيل اللي هو يرمزوا له بالرمز مثلا اي، هذا اي يسموه تعجيل او تعجيل. شنو التعجيل؟ ما يعرفوا شنو تعجيل يا معود؟ على باخذكم. شوفوا اقول لكم شغله واحده حتى تكونون بالصوره، اذا باكر عقبه واحد سالكم شنو التعجيل وما عرفتوه، نعم في على شنو؟ بس لحظه ثواني، في على شنو؟ التي تقريبا وصلت. بس اقول لكم شغله، العفو من راد يتكلم بس قبل شويه، تفضلي. السرعه الزمن يعني تقريبا وصلتوا، بس اقول لكم اي تقريبا وصلتوا. اريدك كلش ممتاز، هو اني هذا اللي اوصل، تغير بالسرعه على التغير بالزمن، دلتا في على دلتا تي، هذا التعجيل. طلاب ترى اقول لكم شغله، باكر عقبه اذا سالوكم التعجيل شنو ما عرفتوا وقالوا لكم منو درسكم فلان شيء هاي، ترى يجون على يقولون انا ما لا اعرفهم ولا شايفهم. زين؟ اقول لهم اول مره اشوفهم ترى ما اعرفهم. زين؟ فعلى بغتكم التعجيل يا معودين، التعجيل شنو؟ التغير بالسرعه على التغير بالزمن. يعني شنو؟ يعني هنا عندنا الفي طبعا عندنا الفي 2 السرعه النهائيه ناقص السرعه الاوليه الفي 1 على تي 2 ناقصا التي 1.
هنا ال تي 2 ناقص تي 1 اذني طبعا الزمن يصير باتجاه واحد، يعني دائما ال تي 2 اللي هو الزمن الثاني دائما يكون اكبر من الزمن الاول، يعني الدقيقة رقم 1، الدقيقة رقم 2، الدقيقة رقم 3، ما عندي دقيقة يعني زمن تنازلي، صحيح؟ هي هاي حكمة رب العالمين، هو الزمن يصير عندنا باتجاه واحد احنا. زين؟ ما عندنا زمن بالسالب، هاي النقطة. بينما السرعة لا، ممكن تصير سالبة، مو سالبة، العفو، ممكن تقل وممكن تزيد. يعني شنو؟ يعني مرة الـ V2 مثلا خلينا نقول 20، بينما الـ V1 كانت 10. فهنا شنو معناته؟ دي يصير عندي تسارع. دي يصير عندي تسارع، الـ V2 كانت 10 صارت 20. زين. مرة شو يصير عندي؟ هذه هي حالة من ذني الحالات الثلاثة، ثاني حالة، هاي هسه ثاني حالة، هاي. ومرة شو يقول لي؟ يقول لي لا، السرعة كانت 20 وصارت 10. يعني شنو كانت 20 وصارت 10؟ يعني كانت 20، يعني الـ V1 هي 20 والـ V2 صارت 10. هنا شنو برأيكم؟ ايش راح يصير النتيجة؟ سالب لو موجب؟ راح يصير سالبة، مو صحيح؟ فإذا التعجيل يسموه تعجيل تباطؤي، اللي هو شنو؟ سرعة متباطئة راح يصير هاي الحالة. التعجيل راح يكون أصغر من صفر بالسالب، لأنه الـ V2 أصغر من الـ V1. وعندنا حالة ثالثة وأخيرة، هي أنه السرعة كانت 10 وصارت شقد؟ وبقت 10. فهنا التعجيل الجذري راح يصير عندي، راح يصير عندي صفر، اللي هي الحالة الأولى، ده يصير الجسم بسرعة ثابتة. ما أدري نعم. عفوا، صارت واضحة المسألة أمامكم؟ صارت واضحة أمامكم؟ زين. هسه الآن عرفتوا شنو؟ كلش ممتاز. سرعة ثابتة، تعجيل صفر، محصلة القوى صفر. سرعة متزايدة، التعجيل أكبر من صفر، محصلة القوى أيضا أكبر من صفر، لكن شنو؟ باتجاه الحركة. يعني عندي محصلة القوى دا تصير باتجاه الحركة، دا تزيد لي سرعة الجسم. هو الجسم شلون يزيد سرعته؟ شلون يصير بيه تعجيل؟ احنا ايش قلنا؟ مو عندنا، تتذكرون اكو عندنا قانون يقول الاف بشكل عام شو تساوي؟ هاي الاف قوة شو تساوي؟ يلا يلا لا تعرفوها حتى بعد، ها هي تنقطع بياناتنا. الاف شو تساوي هسه هنا؟ انا اقول لكم شو تساوي، تساوي الكتلة في التعجيل، مو صحيح؟ كتلة بتعجيل. مو لا لا مو شرط تعجيل ارضي، يعني جسم يتحرك بحركة افقية عنده تعجيل افقي مو تعجيل ارضي، تعجيل افقي مقداره اي. زين. هنا اذا محصلة القوى صفر، بعد اكو تعجيل؟ ماكو تعجيل. محصلة القوى اذا كانت اكبر من واحد، اكبر العفو اكبر من صفر، التعجيل راح يكون عندي اكبر من صفر. محصلة القوى اصغر من صفر، يعني شنو اصغر من صفر؟ قوة كمية اتجاهية، يعني عكس الحركة اقصد. التعجيل ايضا راح يصير اصغر من صفر تباطؤي. فاذا القوة مرتبطة بالتعجيل، متى ما القوة وجدت باتجاه الحركة صار تعجيل موجب عندي، متى ما القوة وجدت بعكس اتجاه الحركة صار تعجيل سالب تباطؤي، متى ما كانت محصلة القوى صفر راح يكون التعجيل هو شلون احنا نقول صفر، التعجيل يكون صفر. هسه عندنا هذا الاحتكاك، المقدمة عليه اللي حكيناها اللي مجرد كانت استذكار لما أخذناه سابقا، راح نجي نشوف شنو تأثيره على انخفاض الضغط داخل المنظومة الهيدروليكية. يقول يتعرض الزيت للاحتكاك عند مروره خلال أجزاء المنظومة الهيدروليكية، مثلا الزيت يمر خلال أنابيب، يمر خلال صمامات، خلال مثلا اسطوانات، هذا كله راح يكون في تلامس مع ذني الأجزاء، راح يتعرض الى احتكاك. زين، هذا الاحتكاك يسموه احتكاك خارجي، يعني الزيت ده يحتك باجزاء خارجيه. اكو احتكاك ايضا اخر وانتم لابد تعرفوه بالمواقع، اخذتوا اللزوجه. عفوا، اللزوجه هي شنو؟ احتكاك يعني مقاومه السائل للحركه للجريان. اكو احتكاك يكون بين طبقات السائل نفسه، بين طبقات الزيت نفسه، هذا يسموه احتكاك داخلي، يعني الزيت بين طبقاته مع بعض ايضا بها احتكاك.
هاي صار احتكاك عندنا خارجي واحتكاك داخلي. هذا الاحتكاك نتيجته سلبية لو إيجابية بالمنظومات الهيدروليكية يعتبر نتيجته سلبية. ليش؟ لأنه يؤدي إلى فقدان جزء من الطاقة اللي يحملها الزيت. يعني المضخة من الدور وتوجه لي الزيت إلى أجزاء المنظومة الهيدروليكية، المضخة تكسب هذا الزيت طاقة حركية. الطاقة الحركية حتى متى ما وجد عائق معين مثل أسطوانة أو محرك هيدروليكي راح تقوم بدفع، تتمكن بدفع هذا الجزء وتحريكه لإنجاز شغل معين. زين، إذا هو أثناء مروره بالمنظومة راح يتعرض إلى احتكاك، جزء من هاي الطاقة اللي المفروض أنه تأدي لي شغل، تنجز لي شغل، راح يفقد بشكل حرارة عن طريق الاحتكاك. فإذا طاقة يسموها فواقد لوسز. زين، إن توليد الحرارة يسبب الاحتكاك، بسبب الاحتكاك العفو يؤدي إلى انخفاض الضغط اللازم لإنجاز شغل. لأنه هو الشغل شو يساوي؟ الشغل يمكن ما أخذناه إحنا الشغل، الشغل شو يساوي؟ يساوي البي يعني الضغط في الفي. هسه واحد يقول لي هاي ما جبت لنا إياها، بي في في يساوي الشغل. أقول له هسه نجي نشوفها، إحنا هسه نجي نشوفها. الشغل هو شنو قانونه؟ شنو قانون الشغل؟ يلا طلاب لا تظلون هيك نايمين. الشغل شنو قانون يقولون؟ ترى انا هم راح انام من وراكم. قوة على المساحة شو اسمه يصير ضغط. انا اريد شغل. يلا شنو قانون الشغل؟ انتو حالتكم كلش تعبانة. شلون شغل؟ الكتلة في التعجيل قوة، مو هسه حكيناها. كلش ممتاز، كلش ممتاز. القوة منو هسه قبل شوية قال قوة في الإزاحة؟ منو اسم؟ مو ما ظاهر عندي الاسماء الان. كلش ممتاز، كلش ممتاز، ممتاز، عاشتي لك، كلش ممتاز. هنا الاف في دي، الاف في دي هو القوه في الازاحه. زين، هسه يجيني سائل يسال شي يقول لي زين الدي، هاي الدي نقدر نستخرجها عن طريق الحجم؟ اقول له شلون يعني عن طريق الحجم؟ اقول له يعني الدي منين جايه؟ الدي هو الحجم شي يساوي لي؟ حجم مثلا خلينا نسميه انبوب، مثلا انبوب معين مو بحجم. الدي يعني الازاحه، هاي اللي راح يقطعها الجسم، هاي الازاحه اللي الزيت راح يقطعها، مو صحيح؟ قوه في ازاحه شغل. زين، هاي الازاحه اقدر استخرجها من الحجم لو ما اقدر؟ اذا اريد استخرجها من الحجم شنو حعوض عن الدي بشنو؟ هنا اذا تجون تشوفوها راح اقول ويساوي الاف نفسها، الدي مين جايه؟ جايه من الحجم، الحجم على المساحه، مو صحيح؟ حجم على المساحه شو يساوي؟ هاي المساحه هو الحجم شو يساوي؟ مساحه القاعده في الارتفاع او في الطول، هذا الطول. زين، القاعده موجوده والحجم موجود، حجم على مساحه مو يصير شو اسمه؟ مو يصير يطلع لي هذا الطول؟ مو لو مو وياي؟ يلا شو تسوي؟ هاي قسمتنا، كلش ممتاز. زين، هسه هذا صح لو خطأ الحكي مالتي؟ انه ضعيف والله، انا قاعد بصف الراوتر امانة يعني، فيعني هسه اللي يوصله صوتي بس هذا الحكي صح لو خطأ، انه الاف ال دي، هاي ال دي طلعناها من ال في على اي، صح لو خطأ؟ حجم على مساحة. زين، خلي أنا حجاوب نفسي، عمي هاي صح. زين، شلون؟ عندنا مساحة، هذا الأنبوب، هذا الأنبوب، هذا أنبوب، مو صحيح؟ الحجم مالته شي يساوي؟ أريد أطلع الحجم مالته. الفي، الفي شي يساوي؟ أسطوانة، مساحة القاعدة في شنو؟
في الارتفاع مو صحيح؟ يعني الـ A في D. زين أنا أريد الـ D هاي، هاي الـ D من جت ارتفاع الـ D. هاي الـ D أقدر شو أسوي؟ أقول الـ D شو تساوي لي؟ تساوي لي الـ V على A. بس اللي هنا أوكي. الحجم على المساحة يطلع لي الارتفاع أو تطلع لي المسافة. إحنا ليش ما قلت ارتفاع؟ لأنه أنا ما أحكي على فقط أنبوب شاقولي أو عامودي، قد يكون أنبوب يعني أفقي. فنرمز له رمز عام هو دي. زين هنا أنا شلت الدي هاي، هاي شلتها للدي، عوضت عنها بما يساوي هاي اللي هو الفي أي. زين يجيني سائل شي يقول؟ يقول يابا إحنا هم نعرف أنه الإف على أي. نعم نعم شلون؟ لا لا هاي دي مو مساحة، هاي دي هم يعني مسافة، هاي دا ايش لك علي، هاي هي الدي، هاي الدي، هاي هنا هاي مساحة، هاي مساحة، لاحظوا شلون؟ شوفوا هذا السهم، هذا دا ايه نعم بس لحظة شنو مو شغل؟ هي هاي الاف في دي مو صحيح؟ هو قوة في ازاحة، الازاحة قد تكون عمودية يسموها ارتفاع، وقد تكون افقية تبقى ازاحة مو صحيح؟ لا لا مو عزم، مو صحيح. العزم شلون يصير؟ اذا كانت القوة، اذا كانت القوة مؤثرة بهالاتجاه هذا، والازاحة ايضا بهالاتجاه، يعني القوة بهالاتجاه والازاحة ايضا بهالاتجاه، القوة في الازاحة الموازية. يعني اعطيك مثال بسيط، هسه انا عندي جسم، هذا جسم من تأثر عليه قوة مائلة، الشغل المنجز هو شنو؟ هاي احللها، قوة للاعلى، قوة بهالاتجاه باتجاه الحركة. فهاي القوة اللي الموازية في الازاحة اللي راح يقطعها الجسم، هذا هو الشغل. هاي بعد ما تنجز لي شغل. اذاك العزم القوة في الذراع اللي هو يكون عمودي على القوة، مو موازي له. فاكو فرق، هي اثنينات وحدات نيوتن في متر. لكن هنا القوة هاي الازاحة الموازية، موازية للقوة تكون. واضح؟ يعني مقتنع لو ما مقتنع؟ اذا ما مقتنع حتى يعني شوف لنا صرفة حال، يعني قصدي وصلت الفكرة؟ اي نعم نعم مساحة القاعدة مضبوط. اي المشكلة وين؟ ها مو هنا. انا شو اقول لك؟ انا من ارسم انبوب عمودي اقصد هاي القوة، اقصد هاي القوة اللي تكون هم عمودية. من احكي على مستوى افقي اقصد هاي القوة الافقية. فالقوة في كل الاحوال سواء كانت عمودية او افقية هي تكون بموازاة الازاحة وليس عمودية عليها. يعني فرضا اذا عندي قوة تضرب في الاتجاه، وهاي الازاحه، هذا هنا عندي مرتكز، فطبعا هذا يسموه عزم، هذا واحد. لكن بما ان القوه موازيه للازاحه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير شغل. فهذا الفرق ما بين عزم والشغل. العزم قوه عموديه، الشغل قوه موازيه. زين ان شاء الله تكون وصلت الفكره. هنا ايش راح يصير عندي؟ وصلنا انه الاف يساوي الشغل يساوي الاف مضروب في الفي على اي. بعدين يجيني واحد يقول لي الاف على اي هاي القوة على المساحة مو هي ضغط؟ أقول له نعم هي ضغط، الاف على اي في الفي وتساوي البي في الفي. فحاصل ضرب الضغط بالحجم راح يكون عندي شغل. وهاي إذا تتذكرون محركات الاحتراق الداخلي أيضا أخذنا هيك شيء، حسبنا الشغل عن طريق البي في. بوقتها ما أدري يعني شرحت لكم إياها أو لا، شلون صارت بي في. فصارت واضح إنه ليش الشغل يعني ساو نعم
الشير ماذا يطلع يومكم؟ الشير ماذا يطلع يومكم؟ يعني قلم، قلم ماذا يطلع؟ يعني سحبت بآني، حكت هاي الشخابيط اللي طلعتكم؟ مشكلة أخاف عندكم، إذا تريدون أطلعوا من الميت وردوا طبوا، لأنه يعني ما طول هي المشكلة مو عد الكل، فمعناتها أكو مشكلة خاصة وليس عامة يعني. فإذا تريدون أطلعوا من الميت وردوا طبوا مرة. لحظة ثواني، هسه هاي النقطة الحمراء، لحظة، هاي النقطة الحمراء هسه طلعت عندكم تتحرك؟ اكو نقطة حمراء تتحرك عندكم؟ ها؟ طلاب استمعوني. طلاب هسه لحت هاي النقطة، ماشي الأمور، أنه البي في يقول أن توليد الحرارة بسبب الاحتكاك يؤدي إلى انخفاض الضغط اللازم لإنجاز شغل. هذا الضغط قلنا اللازم لإنجاز شغل، لأن الضغط والشغل هو بي في في، فمتى ما انخفض الضغط راح ينخفض الشغل. هاي النقطة اللي أريد أوصلك إياها. بعدين هسه نجي يقول هناك عوامل تؤدي إلى انخفاض الضغط، منها شنو هي العوامل؟ أول شيء سرعة الجريان، أخذت بمعادلة برنولي كلما زادت سرعة جريان السائل إيش راح يصير بي؟ راح يقل ضغطه، والعكس صحيح، يعني شيء على حساب شيء. أنا عندي سائل دا يجري بسرعة معينة، لقى عائق سرعته إيش راح يصير بيها؟ راح تقل سرعته، لكن متى قلت سرعته، لكن شنو اللي راح يزيد؟ الضغط راح يزداد. فإذا أو شاف فتحة كبيرة يعني توسع بأنبوب معين، راح تقل سرعته، لكن شنو بالنتيجة؟ ضغطه راح يزداد. تلاحظون شلون؟ فشيء على حساب شيء. نوع الجريان أيضا يؤثر على الضغط. عدد مرات انخفاض مساحة المقطع العرضي، ها شنو يعني عدد مرات؟ يعني أنت عندك مثلا أنبوب مرة بهذا الحجم، هذا مرة، بعدين يزداد يعني مساحته تزداد، بعدين ترد تقل. هاي كل التغير بالمساحة المقطع العرضي أيضا راح تسبب لي إرباك في حركة الزيت، وبالتالي انخفاض الضغط مالته. أضف إلى ذلك عندك بعض الشغلات من تستخدمها، مثلا هاي العكوسة أو التقسيمات وغيرها اللي تغير اتجاه حركة الزيت، أيضا ذا اللي تاخذ من ضغط الزيت، يعني تقلل من ضغط الزيت. فإذا عدد مرات انخفاض مساحة المقطع العرضي للجريان أو للأنبوب، لزوجة السائل أيضا تأثر لي، واللي بدورها راح تتأثر بدرجة الحرارة والضغط. زين، طول خط الزيت، كل ما زاد خط الزيت يعني طول خط الزيت راح شنو يزيد الاحتكاك، وبالتالي راح يقل الضغط عندي. ترتيب خطوط الزيت، قلنا ترتيبها يقصد بها انه شلون احنا نقول يعني استخدام التقسيمات والعكوسة وهاي الامور اللي من شأنها انه ايضا راح تمتص جزء من ضغط الزيت. مدى نعومة سطوح المنظومة الملامسة للزيت، يعني الانابيب اكو انواع، بعض الانواع سطوحها تكون الداخلية ملساء، بعضها تكون خشنة، فكلما كانت ملساء كلما قل الاحتكاك، وبالتالي قل يعني زادت خلينا نقول قلت الفواقد، فواقد الاحتكاك. فهاي الأمور أيضا هي تأثر لي على انخفاض ضغط الزيت داخل المنظومة. نجي إنه شو نحسب انخفاض الضغط، يعني قيمة الضغط المنخفض شو راح أحسبه؟ دلتا بي، دلتا في فد معادلة هي أمامكم اللي تساوي لمدا، هاي يسمون رمز لمدا مثل الواي المقلوبة، في ال على دي في رو على 2 في في تربيع. خلينا نجي على وحدة وحدة. اللمدا شو تساوي لي؟ اللمدا هو معامل الاحتكاك، هذا يكون خالي من الوحدات، مقداره اي على ار اي، الاي هو فد ثابت معين يحصلوه من جداول معينة، مقسوم على ار اي. الار اي شنو هو؟ الار اي هو رينولد نمبر، رقم رينولد اللي اخذته بالصف بالمرحله الثالثه اللي هو في ماده ميكانيك المواعر، رينولد نمبر. هذا هو اللمدا، 75 على ار اي، 75 هذا ثابت يؤخذ من جداول معينه، والار اي
يحسب، لأنه تدرون الرينال دمبر يعتمد على الكثافة، يعتمد على سرعة الجريان، يعتمد على قطر الأنبوب، ويعتمد أيضا على على لزوجة السائل. زين، مضروبة في ال اللي هو طول خط الزيت، ايش قد طول خط الزيت الأنبوب، ايش قد طوله، تقسيم دي اللي هو شنو، قطر خط الزيت. يعني شوفوا شغلتين عندنا، القطر والطول خط الزيت. مضروبة في رو اللي هي كثافة الزيت نفسه مقسومة على 2، هذا ثابت. مضروبة في مربع السرعة، سرعة الجريان. من خلال المعادلة هاي راح أعرف أنه الدلتا بي، معدل انخفاض الضغط أو انخفاض الضغط، يتأثر بعوامل عدة. من هذه العوامل أول شيء معامل الاحتكاك اللي هو اللمدة. معامل الاحتكاك كلما زاد، طبعا بديهيا كلما زاد معامل الاحتكاك، الاحتكاك راح يزيد، الطاقة الحرارية المفقودة راح تزيد، وبالتالي الضغط راح ينخفض. إذن تناسب معامل الاحتكاك مع انخفاض الضغط راح يكون طردي، كلما زاد الاحتكاك أو معامل الاحتكاك راح يزداد مقدار الانخفاض بالضغط. نجي على ال، طول خط الزيت، كلما زاد طول خط الزيت، الزيت راح كأنما يحتك ب يعني بمساحات أكبر، لأن الطول راح يزداد، فراح يتعرض للاحتكاك لفترة زمنية أكبر، وبالتالي راح أيضا ينخفض، تناسب طردي. عندنا الرو الكثافة، كثافة السائل كلما زادت السائل راح يكون أثقل، وبالتالي راح الاحتكاك مالته يكون أكثر، وبالتالي راح ينخفض الضغط. مربع السرعة، مربع السرعة هنا كلما زادت سرعة الزيت أيضا هنا شنو، راح ينخفض الضغط، لأنه حسب احنا تعرفون قاعدة برنولي أنه كلما زادت السرعة راح الضغط ينخفض. علامة التربيع الموجودة هنا مؤشر طبعا دائما أنه هذا العامل اللي فوق التربيع راح يكون تأثيره كبير أكبر من بقية العوامل. يعني على سبيل المثال لو ضاعفت السرعة ضعف، يعني ضربناها باثنين، فهذا المقدار اللي هو 2V بعد ما ضربناها باثنين راح يتربع، راح يصير 4V تربيع، فكأنما انخفاض الضغط راح يزداد 4 مرات. احنا فقط ضاعفنا السرعة مرتين، لكن مقدار الانخفاض صار 4 مرات، فالسرعة تأثيرها جدا عالي. زين، نجي على الدي هاي اللي بالأسفل، تناسبها راح يكون عكسي. ليش؟ لأنه كلما زاد قطر الأنبوب كأنما أنت تعطي فسحة للزيت، فد مساحة للزيت، تحاول أنه تقلل الاحتكاك، كلما يصغر قطر الأنبوب راح الاحتكاك يزداد، فبالتالي التناسب راح يكون عكسي ما بين قطر الأنبوب وما بين انخفاض الضغط. طبعا هنا بس مجرد نفس القانون، لكن اللمدة معوض عنها بما يساويها 75 على الرينولد نمبر. زين، هنا فد مثال يقول احسب انخفاض الضغط لكل متر في انبوب قطره 6 مليمتر. يعني انطانا القطر هنا، انطانا الدي لسائل لزوجة الكينماتية، هاي الفي انطانا اياها 100 مليمتر مربع الثانية، وكثافته انطانا الرو 850 كيلوغرام على المتر المكعب، هاي هنا لازم مكعب، يجري بسرعة مقدارها 0.5 متر، هاي انطاني الفي سرعة. هاي طبعا هي تشبه هذا الرمز، هو يسموه نيو هيجي، ما ادري شلون ينكتب هالطريقه هاي، وهذا خلينا نكتبه في سمول لانه حتى لا يصير خلط، هذا في سمول. يقول ثم جد انخفاض الضغط عند نهايه الانبوب اذا علمت ان طول الانبوب 3 متر، انطاني ال L، فاني اجي الدلتا بي شو تساوي عندي؟ الدلتا بي راح تساوي لي هذا القانون مالتي هسه قبل شويه حكيناه، لمدة في L على D في رو على 2 في V تربيع. خلينا نجي على واحدة واحدة، اللمدة مطينا إياها، اللمدة ما مطينا إياها، ليش؟ لأنه أنا عد قلت 75، هذا كأنما ثابت على RE رينولد، ثاني شو أحتاج؟ أحتاج أستخرج رينولد نمبر. زين، هاي القانون مال اللمدة 75 على RE رينولد نمبر، إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ال V في D، إذا تتذكروا بالموائع، إذا تتذكروا ال V السرعة في D اللي هو قطر الأنبوب، طبعا هنا كاتب small letter، هو capital letter مو مشكلة، ال D على ال new، هاي يسموه الرمز، هذا يسموه new،
هذا المقدار هو رينولد نمبر. خلينا نشوفه كله موجود، السرعة موجودة 0.5 متر على الثانية. طبعا في 10 أس 3 ليش؟ لأنه كلها ملي متر ما عدا السرعة متر، فحولها إلى شنو؟ إلى ملي متر، ضربها في ألف. هذا السرعة، هاي هنا خلينا نكتب عليها هاي الفي. زين الدي هاي اللي هي القطر، هذا هي القطر 6 ملي متر. وعندي ايضا اللزوز الكيماتيه للنيو هي 100 ملي متر تربيع على الثانيه، ايضا هياتها راح يطلع لي الناتج 30. هذا ال 30 شنو؟ هذا الرينولد نمبر. اجي اعوضه بهاي المعادله اللي هي اللمدة تساوي 75 على رينولد نمبر، راح تطلع لي بهالطريقه هاي اللمدة راح تساوي 2.5. متى ما صارت اللمدة موجوده راح يكون عندي اطبق المعادله بشكل سريع وراح يطلع لي الناتج بهالطريقه هاي. دلتا بي راح تساوي 2.5 اللي هي شنو هاي اللمدة، لا فد لحظه، هاي ال 2.5 هي اللمدة في ال هو شنو طول الانبوب، ايش قد طول الانبوب؟ 3 متر. هنا اصور غلطانين، هنا 3 لازم نكتب، طول الانبوب 3 متر. زين هذا طول الانبوب، هذا زين مقسوم على القطر. القطر 6 في 10 اس سالب 3، 10 اس سالب 3. طبعا هنا ليش حولها؟ رجعها للمتر، لانه هنا عندي 3 متر، فهاي رجعها للمتر، كانت ملي متر. مضروبة في 850 اللي هي كيلوغرام على المتر المكعب الكثافة، مقسومة على 2 مضروبة في مربع السرعة 0.5 متر على الثانية تربيع. فيطلع لنا طبعا هذا الرقم خالي من الوحدات، قلنا اللمدة، فهنا راح يطلع الناتج 44270 باسكال او 44.27 كيلو باسكال. هذا شنو مقدار الانخفاض بالضغط؟ العفو، اسف هنا اني منطق السؤال نسيته. هنا ليش سواها واحد؟ شوف هنا هذا السؤال بمطلبين، يقول احسب انخفاض ضغط لكل متر، فطول الانبوب شو اعتبره؟ اعتبره 1 متر واطلع لكل متر. بعدين شو يريد يقول؟ جد انخفاض ضغط عند نهايه الانبوب، يعني هنا لكل متر كمعدل كانما طلعه، فاخذ اني اكتبه 1 متر هنا، هذا 1 متر. بعدين بالنهايه يقول لي لا، اريد بنهايه الانبوب، هو الانبوب 3 متر، فاعوضه مكان الواحد اعوض 3، وكانما نفس المقدار بس راح اضربه بثلاثه، يعني هذا ال 44 وكسر راح اضربه بثلاثه، راح يطلع عندي 132 و812 باسكال. لهنا طلاب واضح الامور شلون اطلع الانخفاض بالضغط؟ تنتبهوا لي على الوحدات، كلش ممتاز، تنتبهوا لي على الوحدات وتنتبهوا لي على رينولد نمبر. تراجعون المحاضرات مال المواعيد بقانونين، قانون لزوجة كيماتية وقانون الاخر شي يقول؟ يقول رينولد نمبر يساوي الرو في الفي في الدي، هاي كتبتها نفسها بس كابيتال لتر، تقسيم الميو. فهنا الميو على بي هي شنو؟ هي اللزوجة الكيماتية، فقانونين بيها. لو لزوجة ديناميكية الميو هنا لازم تستخدم كثافة، وإما لزوجة كيماتية قانون هذا اللي هو V في D على لزوجة كيماتية. بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا الانخفاض الضغط نتيجة الأشكال الأجزاء المشكلة. يعني شنو أجزاء مشكلة؟ يعني بها أشكال، مثلا تشوفون أمامكم هاي العكوسة، التقسيمات، التفرعات، تغير لي اتجاه الحركة. هاي هنا صمام عندي، شوفوا عندي صمام مثلا. فهنا طبعا اكو ايضا بي معادله هم تحسب لي الدلتا بي. يقول ان مرور الزيت خلال الاجزاء المشكله تؤدي الى تغيير مسار الزيت ويسبب انخفاض الضغط، والذي يعتمد على كثافه السائل، هاي الرو هياته، ومربع سرعه الجريان، شوفوا نفس القانون، ومعامل الشكل. هذا معامل بيفه الجداول يستخرجوها من عنده، هذا يسموه الرمز يمكن ايتا على ما اظن، هو هذا مثل الحي شكله. على كل حال، والذي يعتمد بدوره على رقم رينولد، هذا يعني هذا الثابت الايتا سميناه او شوف شو يسموه، هذا يعتمد على رينولد نمبر، والبي ايضا يعتمد على رينولد نمبر. فشو نسوي هنا؟ نجي على
المعادله الرو معروفه، السرعه معروفه، هاي الاثنين ثابت، البي وهذا الرمز اللي هو الايتا. الايتا راح نستخرجه من هذا جدول. عندنا لكل شكل اكو فد معامل فد ثابت، مثلا هذا الشكل الثابت مالته 0.3، هذا الشكل يتراوح ما بين 0.5 الى 1، هذا 2، يعني زين كلها ثوابت بدون وحدات. نجي على البي. البي يعتمد عليه من على رينولد نمبر، فنطلع لازم رينولد نمبر ونشوف ما يقابل ايش قد، مثلا 25 30 هاي البي، 50 15، يعني نحاول نسوي شلون مثل رينولد نمبر ايش قد يطلع عندنا، نقرب الوحده من ذني الارقام ونشوف ايش قد يقابلها. زين هذا خلينا نجي نشوف هذا السؤال شو يقول. يقول احسب انخفاض الضغط في توصيله بشكل مرفق 90 درجه 10 مليمتر، يعني قطرها، لسائل لزوجته الكيماتيه كذا وكثافته كذا يجري بسرعه كذا. هنا شو يقول؟ يقول عندني اني قانون، هذا الدلتا بي يساوي هذا الرمز في بي في رو على 2 في في تربيع. هنا احتاج شغلتين، احتاج هذا الرمز الايتا قد مقداره من الجدول. فالالبو بما انه الالبو اللي هو هذا العكس يسموه الثابت مالتي 1.2، هذا من اخذته من الجدول هذا اللي بالصفحة السابقة. وعندنا ايضا البي الرينولد نمبر استخرج السرعة عندي، قطر عندي هذا 10 مليمتر. زين شنو دا يصير دي 10 اس 3 يسموها اس 3 لازم اس سالب 3. الخمسة هي شنو؟ الخمسة سرعة بالمتر، هذا المفروض 10 سالب 3 على ما أظن، هسه أشيك لكم إياه. زين في 10 اللي هي بس لحظة، هذه العشرة شنو هي؟ خمسة في ها لا صحيح الطلاب، هنا شنو عندي؟ عندي اللزوجة الكيماتية مطينيها بالمليمتر المربع، وعندي الكثافة، كثافة ما أحتاج هنا، مطيني يجري بسرعة بالمتر، فالمتر هنا حولته إلى مليمتر، هذا الخمسة ضربتها في 10 أس 3 صارت مليمتر، هاي صارت بالمليمتر، وهاي العشرة هي القطر بالمليمتر هاي. زين والمية هي أصلا اللزوجة مطينيها بالمليمتر، هاي هنا مليمتر، فصارت كلها وحدات كاملة. طلع لي رينولد نمبر اللي هو خالي من الوحدات 500. زين بعد ذلك طبعا هاي مليمتر على الثانية يصير هنا، وهاي هاي مليمتر على الثانية، مع شنو عندنا؟ هاي مليمتر تربيع، مو دا اقول اكو شي نقص، حتى تختصر ذني المليمترات الفوق ويا ذني التربيع تروح كلها. زين بعد ذلك شنو اريد استخرج؟ رينولد نمبر طلع 500، فمن الجدول هذا اللي بالصفحة السابقة ال 500 تقابلها شنو؟ قابلها 1.5، إذا صار عندي 1.5 موجود اللي هو البي، وصار عندي 1.2 اللي هو هذا الرمز موجود، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أطبق القانون مالتي بهالطريقة هاي، راح يطلع لي مقدار الانخفاض بالضغط اللي هو هنا طبعا المفروض أكتبه هيجي نيوتن كابيتال لتر، نيوتن على المتر المربع أو يسموها باسكال. لهنا واضح طلاب؟ واضح؟